يا شباب يا شباب يا شباب يلا مرحبا، معاكم سعد الشمري من مدينة حائل. أحمل الشهادة الجامعية في الحاسب الآلي. أمتلك خبرة في الاتصال المؤسسي، كما أنني حاصل على عدة دورات في هذا المجال من بروتوكول ومراسم. أهوى التقديم والإلقاء. قدمت المنتدى العالمي للرعاية 2019، كما سجلت لعدة جهات حكومية وقطاعات خاصة لعدة برومات وثائقية وغيرها. في الأخير أود أن أشكر والدي على كل ما قدمه لي، وبالمناسبة أيضا أشكر، بما أني الممثل الوحيد لمدينة حائل، أشكر أهالي حائل وعليكم زود، وأشكر جميع المتسابقين المشاركين في النسخ السابقة. أوعد سيدي ولي العهد محمد بن سلمان أن أكون من الشباب المؤثرين في هذا الوطن، وأن أخدم وطني على أكمل وجه. شكرا جزيلا. تسلم، عليك زود. سم حايل بالشادي يا وردة بلادي، حايل روب الشادي يا وردة بلادي، حيو سعد الشمري. كلنا معك، كلنا حايل. الله يطول اعمارك، ما تقصرون. الله يعافيك. من ما هو بحايل في الجلسه؟ شكرا. سم سم ابو علي، ممكن تعيد؟ ترى ممكن في ناس ما سمعوا. اي نعم، ممكن تعيد يا سعد؟ واعطوه بالله، خلوه يتكلم شباب. ممكن؟ طيب تفضل يا سعد. معكم سعد الشمري. معكم سعد الشمري من عليكم زود من مدينة حائل. أحمل الشهادة الجامعية في الحاسب الآلي. أمتلك خبرة في الاتصال المؤسسي، وأخذت دورات في هذا المجال مراسم وبروتوكول. أهوى التقديم والإلقاء. سجلت لعدة جهات حكومية وخاصة برومات وثائقية وغيرها. أود أن أشكر والدي على ما قدماه لي من تربية، وبما أني الممثل الوحيد لمدينة حائل في هذا البرنامج مع الوجهة الطيبة، أود أن أشكر حائل وأهله، كما أشكر جميع المتسابقين الذين شاركوا في النسخ السابقة. عندي وعد بسيط، سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوعد أن أكون من أحد الشباب المؤثرين الذين يخدمون هذا الوطن على أكمل وجه. شكرا. السلام. الله يعافيكم. الله يطول عمرك. الله يعافيكم. يا حبيبي الله. تسلم. الله يعافيك. زعفرانه طيبة، واكثر بعد لاقي لي في حب حايل. يا الله الله، تستاهلون. طيب يعني ال عشت. يا هلا سم، تفضل. يا بعد عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا سعد.